حبيكم في الجزئية دي من صباح الشروق. حنفتح النافذة الأولى طبعا للحديث عن واحدة من منتجاتنا الرئيسة اللي بتشكل لنا مجمل نظامنا الغذائي. حسام، كل تأكيد الحليب أو الألبان أها، كما ذكر حمزة من المواد الغنية جدا بالفوائد، الإنسان يستفيد منها في صورتها الطبيعية أو صورة منتجات ومشتقات أخرى. مشاهدينا الأعزاء، الحليب طبعا وبكل تأكيد يحتوي على نسبة عالية جدا من المكونات الأساسية للنمو السليم للجسم والأنسجة والخلايا. طيب الحليب ده عايز مننا اهتمام كبير جدا، سواء كان من الحلب حتى استخدامه في البيت، محتاج لطريقة غلي معينة كذا، تخزين معينة، التناول ذاته طبعا لما يكون مكشوف عرضة للتلوث يكون جراثيم بعدك تؤثر سلبا على حياة الإنسان. عايزين نشوف طرق مختلفة مع دكتور رانيا حسن زايد، رئيسة قسم علوم وتكنولوجيا الألبان بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. صباح الخير دكتور. صباح الخير عليكم، وصباح الخير على المشاهدين الأعزاء عبر قناتكم الرائدة قناة الشروق، وشكرا لكم الاستضافة الكريمة عبر برنامجكم المشرق صباح الشروق. صباحك أبيض. ونحن الليلة دايرين نتكلم عن الثورة البيضاء يا اللي هي سلام ثورة كتير. الألبان. طيب، إن شاء الله ولثورتنا البيضاء قيمة غذائية عالية جدا، والجسم بكل تأكيد يحتاج لها. من هنا نطلع أول موقف في ثورتنا البيضاء ونتكلم عن درس القيمة الغذائية. أيوة طيب، اللبن زي ما ذكرت في البداية منتج غذائي هام جدا للإنسان. أصلا هو بينتج من الأم لمولودها الصغير، فيه كل العناصر الغذائية عشان تمده بالطاقة اللازمة للنمو ولمواصلة حياته بصورة طبيعية. بيحتوي ليه على شنو اللبن؟ بيحتوي على الدهون، البروتينات، السكريات، الفيتامينات، الأملاح الضرورية، دي كلها بتكون ذائبة في أهم مكون اللي هو الماء، اللي هو بيمثل لي 87% من النسبة الكلية لتكوين اللبن. طيب، اللبن أنا عشان أعتبره لبن صحي سليم لازم يكون شنو؟ ما فيه أي نوع من أنواع مسببات الأمراض، البكتيريا الضارة. لازم يكون لبن نظيف. نظيف بمعنى شنو؟ ما فيه أي أتربة، ما فيه أي حاجات ظاهرة فيه، الروث أو حتى جزء من شعر الحيوان موجود فيه. لازم يكون لبن صالح للاستخدام الآدمي. استخدام الآدمي بمعنى شنو؟ ما فيه أي ميكروبات مرضية، ما فيه أي مخلفات من الميكروبات المرضية دي، أو ما فيه أي مواد ضارة به زي المبيدات الحشرية أو المضادات الحيوية اللي هي أحيانا بتعطى للحيوان، أو أي سموم ممكن تأذي للإنسان. ليه؟ لأنه غذاء لأطفالنا الصغار ولينا كلنا طبعا. يا سلام. طيب احنا قاعدين نصفي تمام غايته، وطبعا السودان بيتعدد مناطق السودان المختلفة ومصادر الألبان ذاتها مختلفة، سواء كان من الأبقار أو من المعز. لو تكلمنا عن جانب آخر ما يتعلق بالطفل، نمو الطفل، لو كان الأم اللبن ناقص إذا جاز التعبير، يعني طوال بنلجأ للبن المعز لأنه هو الأقرب للبن الأم. نتكلم عن نمو الطفل وأيهما أنسب، لبن المعز أم الأبقار؟ طيب حأضيف لك كمان لبن تاني. أها. فايدته أعلى من الاثنين دول، لبن الإبل. الإبل. أها. لبن المعز أقرب للبن الأم لأنه نسبة الدهن اللي فيه ما زي الأبقار، مناسبة لنمو الطفل. لكن لبن الإبل، وده مجالي وتخصصي، فيه جميع العناصر الغذائية بنسب أعلى من الألبان التانية، ولو جينا للفيتامينات فيتامين سي أعلى منهم، حتى ممكن يستخدموه في أمراض بنسميها أمراض، يعني في ناس ما عندهم مقاومة لسكر اللاكتوز الموجود في اللبن. بس مش في طفل يقول لك مثلا ما نفع معه، ممكن البديل له هو يكون لبن المعز أو لبن الإبل. لكن ما تقيل على معدته؟ الناس بيقولوا لبن الإبل ده تقيل على المعدة، ما زي لبن أبدا المعز. أبدا ما تقيل، حتى نسبة الدهون اللي فيه أقل. هو الغذاء المتكامل للأطفال الصغار ولكبار السن، نهائي ما لبن تقيل. دي لازم حاجة يعني ثقافة أنا عاوز الناس
يعني تهتم بها مستقبلا الإبل ومستقبل هي طبعا العالم. يا دكتورة موجودة لكن بس ما شائعة، ما شائعة، ما شائعة. أيوة يلا زي الفكرة لازم تغير كده، جرب وانت وشوف. ما تقيل حمزة ده ولد وماضي ندي له ما عارف أنا عايته. طيب تصنيع الألبان، اتكلمت عن القيم الغذائية المختلفة والفائدة الكلية لللبن وبشكل المحافظ عليه، احنا نتكلم عنه أكثر، لكن نشوف شوية الاختلاف بين مشتقات الألبان في القيم الغذائية، أيهما أفيد يعني من حيث المشتقات، من حيث النوع، من حيث؟ والله الألبان ومشتقاتها جميعا فيها العناصر الغذائية الهامة والمفيدة بتمد لها الإنسان بالطاقة والعناصر الهامة. في من الألبان عندنا المنتجات المتخمرة بنقول عليها اللي هي منها المش والزبادي، وعندنا الأجبان بأنواع المختلفة والآيس كريم ما ننساه اللي بيحبوه الأطفال، برضو بيدخل لي في تصنيع الشوكولاتة وغيرها. ما بقدر أقول إنه أفيد ما أفيد، في حسب الحاجات المحببة للإنسان شنو. يلا في أطفال بيقول لك إحنا ما بنشرب اللبن حليب، ممكن تغشوهم تدوم ليه. طيب تكون نفس الغيمة يا دكتورة ولا بتقيل أو تزيد؟ لا ما بتقيل. طيب. أبدا ما بتقيل، ما بتقيل، بالعكس بتزيد، لأنه بتكون فيها إضافات أخرى. يعني مثلا إذا جينا إلى الزبادي أو المش أو كده، في مركبات إضافية بنضيفها، يعني بنضيف قيمة غذائية إضافية للألبان. يعني ممكن نقول رطل الزبادي أفيد من رطل اللبن؟ ما أفيد لكن طيب بس هذا بتقيل قلت يزيد. ايه ما بناخدها بالمعنى ده. طيب. مش افيد لكن دايما انت يعني دايما الحاجه اللي بتكون جديده او غير مصنعه هي المحبذة اكثر الفريش. لكن لما تكون عندك كميه كبيره من الالبان وعاوز انت تحافظ على قيمتها الغذائيه لفتره اطول، نفس المنتج ده بتحوله لمنتج اخر تصنعه اللي هي الزبادي والمش، نفس القيمة الغذائية ومحفوظ فترة عشان أطول. يكون فترة أكبر. طيب تعددت بيئات السودان، نحن اللبن المعروف ده بيتحلب بيجي بيتغلي كده لما يقول بس. أيوة. فأول حاجة منجننه بيفور وكذا، فالكلام ده كله عايزين نشوف الغلي المناسب بالنسبة للبن. أيوة. تحت درجة حرارة كم يعني بالتحديد كده؟ أيوة تجي اثنين نقطة مهمة شديد. يا ريت لو أخذنا الأنواع الثلاثة، إذا كان المائز الإبل والأبقى. كل الألبان بصورة عامة، أنا عشان أجي أغلي اللبن لازم أول حاجة إحنا متعودين لما نشتري من الدكان يدوا الشافع جك بتاع بلاستيك صح؟ ولا يمشي اللبن هو مغلي في الحلة يكبوه له في كيس. كيس بتاع بلاستيك، دي أخطر أنواع الاستخدام. يا حبذا من الآن في كل بيت يكون فيه إناء من الاستيل بالبلدي، عندنا هنا بستيلة بغطاء تكون من الاستيل يكب فيها الحليب، هي نفس الإناء ده يتغلي فيه الحليب. الطريقة الصحيحة كيف؟ في البيت تجيبوا إناء تاني تكون فيه موية، حلة تانية تكبوا فيها موية، البستيلة تتغلي بالبخار بتاع الماء، يعني ما تتعرض مباشرة للنار. يعني اللبن المجنن اللي قلته أيوة فيه نكهة، لكن لما يتعرض اللبن للحرارة المباشرة بيقوم يحصل له تغيير في التركيب الكيميائي حقه وبقلل من قيمته الغذائية حبة، يعني هي ما بتفقدها لكن بقللها، ما زي لما أغلي اللبن على بخار الماء. يعني على بخار الماء، يعني اللبن ما يصل النار نهائي؟ لا أيوة لا ما يتعرض مباشرة للنار. يعني الإناء بيكون فيه موية مغلية، بعد الموية تصل لدرجة الغليان بيبدأ اللبن يغلي. طيب. يلا بيغلي ويكون الإناء بتاعه مغلق، يعني ما تكب اللبن، خدت البستيلة كلها جوا الحلة، البستيلة كاملة جوا الحلة. ليه دي فايدتها شنو؟ يعني لا قدر الله لو اللبن ده كان فيه إصابة من الإصابات، يعني والألبان طبعا من أخطر الوسائل اللي تنقل لي الأمراض. صحيح. أخطر الأمراض البروسيلا وفي سالمونيلا وغيرها من الأمراض الأخرى. البروسيلا إذا كان اللبن مصاب جبت الإناء ده فيه الإصابة دي هو ملوث، حطيته في المصطبة مثلا أو الإناء الحوض بتاع الغسيل في المطبخ حيتدفق جزء يتلوث. تجي تكب منه الإناء اللي حتغلي فيه هو سهل ما حيكون ملوث، لكن حتكون هو ملوث، المطبخ يتلوث، يجي أي زول عاوز يشيل له حاجة مثلا استعملها حتجيه الإصابة.
عشان نقلل المراحل دي كلها. اهم حاجه كل بيت يكون فيه شنو؟ اناء مخصص للحليب يجيبوه من الدكان فيه وما كيس. انصحكم تجيبوا الاكياس. يعني الكيس ذاته لانه التفاعل بتاع البلاستيك والمواد أيوة ممكن تشكل خطر. أيوة يعني على الانسان. خطر للانسان. ده الجانب انت قصدتيه من خلال انه ما يستخدموا الناس الكيس، يستخدموا البستله حقت اللبن المعروفه في كل بيت. ايوه. وبعد يغلي اللبن بالصوره السليمه، اتاكد انه غلى كويس، خليه يبرد شويه ويكون قاعد في الثلاجه في درجه 4 درجة مئويه كده صالح للاستخدام. اللبن 4 درجة دي والله نحن ما هو طبعا اللبن ده لانه على طول الايام دي غالي 25، لما تقول لي 4 درجة مئويه بقول لك يا اخي في الثلاجه فيها ترف، فنوصل المعلومه لكل زول قريب يعني. الثلاجه اصلا هي انت لما تظبطها لو لاحظت الثرموستات بتظبطه في 4 درجة مئويه، كلها المفروض تكون 4 درجة مئويه، يعني تحت في الثلاجه العاديه ما في الفريزر. يلا اللبن نفسه لما تجي تستخدمه في الحل المجنن اللي قلتها، حتى لما نيجي يغلي لو لاحظت بيستنوا بس يقول لك فار ويطفوه، ده برضو خطا، لازم كل فتره بملعقه يعني تمزجه ايوه تمزج الحليب جيد عشان كل درجه الحراره تتوزع عليه على اللبن كله. حلو. وتاكد لانه في نوع من البكتيريا بيتقاوم ليه درجه الغليان، ممكن تكون في السطح بتاع اللبن فوق انت ما بتكون عارف تقول غينا، لكن اساسا بتكون موجوده. لو تكلمنا عن جانب الملوثات، انت ذكرتي جانب مهم، لكن الملوثات نحن ذاتنا في طريقه استخدامنا، نظافه الحل نحن ذاتنا نفور في اللبن، الانسان ذاته يدينه لو كانت نظيفات او لا، فنتكلم عن نظافه الانسان قبل ما يفور اللبن في الحلة او البوتجاز او غيره. أيوة. من الوسائل بتاعت الطهي طبعا. أيوة. فنتكلم عنه لانه عشان نتفادى كثير جدا من الملوثات اللي ممكن تحصل بعدك بالشكل ضرر كبير جدا للانسان. خلاص انا بالك من الحيوان نفسه من المزرعه. يعني انا عشان اللبن ده يصلني اصلا ما ملوث المزرعه، لازم الابقار او الحيوانات او المصدر اللي انا حاجيب منه اللبن لازم اتاكد انه الحيوان سليم ما فيه اي نوع من انواع الامراض، معافى، ماخذ التحصينات حقته، التطعيمات، متغذى تغذيه سليمه، موجود في مزرعه نظيفه ما فيها اي اوساخ. طيب نجي لعمليه الحل بنفسها، لما اجي احلب الضرعه اللي بحلب منه الحليب ده لازم يتغسل اول حاجه بمويه وصابون ويتجفف. يا استاذه نحن في السودان دكتوره، في السودان ممكن حتى الطلبه عندنا في الكليه يعني بندربهم على الطريقه السليمه دي وندرب الحلابين عشان اقلل المخاطر بتاعه تلوث اللبن. بعد يتغسل نظيف، حتى في البيت اذا الام عندها الماعز طبعا تعامل معه سهل، يعني بتكون موجوده ممكن عادي يكون عندها اناء مخصص تغسل الضرع قبل الحلب ويتجفف بفوط عادي ويتحلب ما في مشكلة. يعني الموضوع ما صعب شديد، ما صعب شديد. يلا الإناء ذاته لازم يكون، أنا بركز إنه الإناء يكون من الاستيل اللي هي تحلب فيه الحليب، وبرضه عشان أحفظه ما تجيني فيه أتربة أو ملوثات. بعد انتهت عملية الحلب اللي هي بيجريها لي الحلاب، حلاب ذاته لازم تكون عنده مواصفات، لازم يكون نظيف ما فيه، لازم يلبس ملابس نظيفة، ما يكون مصاب بأي نوع من أنواع الأمراض، حتى أيديه تكون ناعمة أو ممكن يمسحها عشان ما يأذي لي الضرع، ولازم ما يكون عنده أظافر أو أي آلة حادة مثلا أو خاتم أو كده تسبب لي مشاكل للضرع وبالتالي اللبن يجيني شنو؟ احنا شايفين الكلام ده كانه مثال، لانه طبعا بالبيئه بتاعتنا السودانيه الحليب بالودك والزيت والحياه بالشكل ده، فالاضرار هي موجوده اصلا على ذمه التاجر بتاع الحليب، نحن بنستخدم بس وبنستهلك طبعا يا حسن. يلا هسيما لانه احنا جهه اعلاميه وقناتكم المشرقه، يعني لازم احنا قلنا ثوره بيضاء. حلو. نعمل التوعيه دي. طيب نحن نمضي في حاله ثورتنا البيضاء وموكب اخر لحالات الغش في الالبان. أيوة. ودي برضه ممكن يكون عندها اضرار كبيره جدا على صحه الانسان، حتى على صحه البيئه، وبرضه محتاجه موكب يعني. فعلا والله. طبعا اي غش في اللبن يا اما زياده او نقصان. طيب الزياده بتجي كيف؟ طبعا أيوة. الغش ذاته اصلا بيحصل غش ليه؟ انا يعني بشوف انه ده ضعف الوازع الديني والطمع والجشع بتاع الانسان. نمرة واحد. نمرة اثنين، التاجر بيكون عاوز اللبن حقه ما يبوظ له من مصدر الحليب لحد ما يجي يوزعه،
بيجي يستخدموا طرق، في اضافات بتكون ما ضاره لكن في النهايه غش، وفي اضافات ضاره. في الاضافات الغير ضاره ممكن يزيد لهم مويه، او ممكن يشيل منه نسبه من نسبه الدهن الموجوده فيه، ده غش، قلل القيمه الغذائيه الموجوده في اللبن. في عشان المسافة يكون طويلة مرة بيخط لوح بتاع تلج، ده برضو زيادة بتاعة موية. في ناس بيزيدوا النشا عشان يزيدوا الكثافة بتاعة اللبن، وقبلها بيكون أصلا نقص كمية اللبن الموجودة وبرضو يزيد لهم موية، ده غش. كده التركيب بتاع اللبن لما أجي أديه للطفل أو أي زول يشربه معناته ما نفس القيمة الغذائية المطلوبة. دي إضافات. في إضافات برضو أخرى، نجي الإضافات الضارة، أخطر المضادات الحيوية اللي بتضاف، منها البنسلين، وأخطر كلها الفورمالين. الفورمالين مادة طبعا مسرطنة بتسبب سرطانات. طيب أنا بعرف اللبن ده مغشوش كيف؟ طيب في البيت للأم العادية الاختبار بتاعها سهل وبسيط، لو دارة تعرف إنه ده منزوع منه الدهن، نقطة بس من اللبن مثلا على الضفر تنقطة كده، إذا كان فيه الدهن ما منزوع بتكون النقطة موجودة قاعدة زي ما هي، لما تجي تحرك كده أو التحرك حقها بيكون بسيط، أو بملعقة في أنبوب كريستال أو قزازة زجاجية في طرفها تكب اللبن وتحاول ترجعه، إذا رجع ببطء معناته نسبة الدهن كويسة، إذا انجرف سريع طبعا معناته شنو؟ اللبن ده مغشوش. طيب نجي لاستخدامات تانية. انت وضحت طبعا تماما الغش اللي بيكون حاصل في الألبان ومعرفة الشخص ذاته بالنسبة لهل اللبن ده مغشوش أو لا. لكن نرجع تاني عملية التخزين بتاع اللبن. التخزين في المدن بيتم في التلاجات أو غيرها، لكن في ولايات السودان وأرياف السودان في المشلعيب مرات في بيبردوها بحطها في الصينية كذا، بيحطوا الحلة في الصينية كذا، صينية باردة في الصقيح طبعا عشان تكون باردة. فالطرق دي كلها هل هي مفيدة ولا في طرق أخرى ممكن تكون تغنينا للناس اللي ما عندهم كهرباء طبعا اللي بيتابعونا الان؟ ايوه. طيب انا عشان اقدر احافظ على اللبن فتره اطول بسخنه، التسخين او الغليان بتاع اللبن هو بيحفظه لي لفتره يعني ممكن 3-4 ساعات، لكن لازم التبريد، لازم التبريد. يعني في المناطق لو لاحظت في القرى او المناطق البعيده اللي ما متوفر عليها وسائل التبريد بيتم الاستخدام مباشره، وزي ما قلت لك قبل بيتم تحويله من انه يكون لبن سائل لمنتج اخر اللي هي ممكن زبادي او مش، او يتم تصنيعه اجبان. والتخزين في المشلعيب ده طبعا وسيله كويسه بالنسبه لاهلنا في الارياف. أيوة السودان فعاله يعني عن تجارب، حتى دائما العلم بيستقى من التجارب بتاعت المناطق اللي بتجرى فيها الحاجات دي، اللي هي اصلا الحيوانات بصوره عامه موجوده عند اهلنا البدو. صحيح. جميل. طيب منتجنا بقول كلمه اخيره او رساله اخيره حنختم بها، وقبل مخرجنا بيسال عن لبن البودره، ممكن هو لانه المخرج يدينا 30 ثانيه سال عن لبن البودره في 30 ثانيه ونختتم بكلمات اخيره. أيوة. طيب ألبان البودرة هي أصلا استخدمت لأنه في نقص في بين كمية الحليب المنتجة الطبيعية والاستهلاك المحلي، بيتم استعادة عنها بلبن البودرة، ما فيه مشكلة ممكن تستخدم، لكن المحبذ دائما استخدام اللبن الفريش الطازج الجايين من حيوانات سليمة وبيئة سليمة، محفوظ بصورة سليمة. يعني نفس القيمة الغذائية بتكون موجودة في لبن البودرة هي موجودة في اللبن العادي. ايوه. هو طيب. عبارة عن لبن بس منزوع منه الموية. ده بس السؤال. كتر خيرك شديد دكتور رانيا حسن زايد، رئيس قسم علوم وتكنولوجيا الألبان بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. حنجي في محاور ثانية إن شاء الله من خلال صباح الشروق، حنتكلم عن جوانب أخرى تهم الإنسان خاصة في عملية الألبان. شكرا. تسلموا كثير وشكرا لكم على الاستضافة الكريمة، وأحييكم وأحيي المشاهدين. شكرا جزيلا.